نبدأ أولى أخبارنا مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا المساء بخبر غيب الموت مساء هذا اليوم المتسابق للدراجات النارية الأردني نضال السعدي أثر تعرضه إلى حادث اصطدام لدراجته بالسياج الحديدي لمضمار السباق وذلك أثناء منافسات الجولة الثالثة من مهرجان السباقات السعودي والتي أقيمت اليوم في حلبة الريم الدولية وتم نقل المتسابق نضال بشكل عاجل إلى مستشفى المزاحمية إلا أنه فارق الحياة في وقت لاحق هذا وقد أوقفت اللجنة المنظمة السباق ولم يتم استكمال بقية المنافسات في مسادة حزن بالغ جميع المشاركين والمتابعين وقد نقل مدير عام حلبة الريم المهندس رائد أبو زنادة تعازيه إلى أسرة الفقيد وقال لا نعرف سبب الوفاة الرئيسي أو سبب الوفاة الرئيسية ويرجع أن يكون هناك نزيف داخلي حيث توفى رحمه الله الفقيد أثناء نقله إلى المستشفى وباسمنا وباسم وزارة الثقافة والإعلام مشاهدينا الكرام وباسم أيضا نائب وزير الثقافة والإعلام صاحب سمو الملك الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز نقدم واجب العزاء في الفقيد نضال السعدي رحمه الله أيضا بنفس السياق مشاهدينا الكرام قدم صاحب سمو الملك الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية في اتصال هاتفي صادق العزاء والمواساة للقيادة الرياضية الأردنية وذلك أيضا ولكذلك أيضا لأسرة الدراج الأردني نضال السعدي الذي توفي عصر هذا اليوم رحم الله الفقيد وسكنه فسيح جناته ومعي الآن للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية مساء الخير سمو الأمير في البداية مساء النور أخوي حياك الله سمو الأمير سمو الأمير باسمنا باسم وزارة الثقافة والإعلام باسم أيضا نائب وزير الثقافة والإعلام صاحب سمو الملك الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز نقدم لكم واجب العزاء في هذا الفقيد شاكر لكم وبالحقيقة باسمي وباسم كل من سوى هذه الرياضة ومحبي هذه الرياضة يتقدم لعائلة الفقيد بصادق العزاء والمواساة وندعو لها بالرحمة إن شاء الله اللهم أمين أتحدث معك سمو الأمير عن إجراءات السلامة في مثل هذه المسابقات تحدثنا عن إجراءات السلامة هل هي بشكل كافي وبشكل كبير يعني موجودة حاضرة طبعا مما لا شك فيه أصلا أي حلبة تقام أو أي مشروع يقام لابد أن توفر فيه معايير السلامة الكاملة لكي يعطى أصلاً فسح للقيام بنشاطاته فأنا أقدر أقول لك أن جميع وسائل السلامة كانت متواجدة اليوم لكن هذا قضاء الله وقدره يعني فالواحد يعمل بما يستطيع فيه ولكن الباقي على الله وزي ما أنت عارف يعني الرياضات هذه فيها نوع من الخطورة والمتسابقين جميعهم عارفين هذا الشيء ولكن ما نقدر نقول له إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه إن شاء الله طيب السياج الحديدي يعني سمو الأمير ممكن إنه يعني من خلال السباقات القادمة أن يتم تغييره مثلا بسياج آخر غير أن يكون حديدي هو يطول عمره هو يعني هو وضع سياج حديدي هناك لأسباب معينة أولا لمنع أن يصير ممكن يكون حادث أكبر من هذا الشكل يعني ما في شيء وضع في هذه المنطقة لا من سياج حديدي أو مثلا من المطاط أو من غيره إلا لأسباب معينة مدروسة علميا وهذه الأشياء جايتنا من الاتحاد الدولي للدراجات النارية فما في شيء محطوط هناك إلا لسبب معين أما لتخفيف الحوادث أو لمنع حدوث حوادث أكبر فما في يعني اذا في شيء حندرس احنا الموضوع واذا في شيء ممكن انه يعدل او ممكن انه يطور صدقني احنا يعني حنكون من اول يعني من البدايه احنا جميل مبينين هذا الشيء طيب سمو الامير يعني هناك من يسال عن اليه اختيار المشاركين في مثل هذه البطوله كيف يتم اختيارهم هو في الحقيقه احنا ما احنا نطرح الدعوه على الجميع والأخ نضال بما أنه مقيم في المملكة العربية السعودية فيحق له المشاركة في هذه المسابقات والرياضات وهو تقدم لهذه المسابقة وقبل فيها بسبب خبرته ونشاطه في هذه الرياضة من أكثر من 15 سنة يعني. طيب كيف يتم اختيار اللاعب أو المتسابق هل في شروط معينة؟ طبعا لا أولا لابد أن يكون عنده التدريب الكافي لابد أن يكون عنده رخصة معتمدة مسارية المفعول لابد أن يكون عنده ملم بجميع القوانين لهذا السباق وغيرها ويكون عنده الخبرة الكافية
طيب اتحدث معك يعني، وخلنا نستغل تواجدك معنا سمو الامير تمام. عن برامجكم في الفتره القادمه. نعم، زي ما انت عارفين البرامج اللي تتعلق بحلبة هي مهرجان السباقات السعوديه اللي حيستمر الى ثلاث جولات المقبله القادمه. بالنسبه للاشياء الاخرى الموجوده اللي من نشاطات الاتحاد، الحمد لله جتنا الموافقه الساميه على ثلاث راليات جديده هذه حتقام السنه المقبله ان شاء الله، اللي هي بالاضافه الى رالي الشرقيه ورالي حائل، حيكون في ان شاء الله رالي منطقه القصيم ورالي جده ورالي نجران. بالاضافه الى ان شاء الله حيكون في بطوله اسمها بطوله المملكه للكارتينج اللي حتقام خلال الاشهر القادمه القريبه. بالإضافة إلى كثير من النشاطات المتفرقة الصغيرة اللي حتقام في جميع أنحاء المملكة. وكل هالبطولات سمو الأمير ضمن ووفق شروط معينة. طبعاً كل البطولات تخضع لشروط، قبل كل شيء لاعتماد أي بطولة لابد توفر فيها جميع شروط الأمن والسلامة فيها. جميل. غير كذا إحنا لا نرضى بهذا الشيء. طيب شاكر لك سمو الامير سلطان بن بندر الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه، ونقدم لكم ايضا وجبه عزاء مره اخرى. الله يجزاك خير، وانا شاكر لاهتمامكم واهتمام سمو الامير تركي بو سلطان بهذه المواضيع جميعا. شكرا لك سمو الامير. الله يحفظك. شكرا لك سمو الامير. ابو ريان. والله خبر مؤلم ومؤسف، وندعو الفقيد بالرحمه والغفران، اللهم تقبل الله بواسع رحمته، ونقدم صادق العزاء لأهله وذويه والأسرة الرياضية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وللرياضيين بشكل عام في المملكة والأخوة القائمين على حلبة الريم. فبالفعل يعني خبر مؤسف، وهي الرياضة هذه يعني رياضة خطيرة يعني، ودائما في 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 حول العالم وليس في المملكة، دائما يكون في حوادثها شنيعة وأحيانا مميتة. ويعني مثل ما تفضل سمو الأمير أن الرياضة هذه لها معايير ولها شروط ما يقبل فيها أي واحد، يجب أن تتوافر في ناس معينين. نعم، هي تتوافر في ناس محددين وتطبق عليهم بدقة وبشدة وحزم، والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتغمد بواسع رحمته الكابتن نضال السعدي المتسابق الأردني، والذي توفى عصر هذا اليوم في مسابقات حلبة الريم.